السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء. قبل البدء لا تنسوا فقط الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس أمرا، ودعواتكم للوالد والوالدة بالرحمة، جزاكم الله كل خير. إذن إليكم في هذا الفيديو تلخيص نص يا أيها الكرز المنسي، أتمنى أنه يساعدكم كثيرا. إذن أبدأ في قراءة التلخيص. إذن كتبت هذا التلخيص على شكل مقدمة وعرض وخاتمة. كان عمر يشتغل معلما في الضيعة، فقد كرهه الأغا الحاكم في دمشق فضرده من القرية. حزن أهل القرية على ذلك، لأنه كان شخصا محبا لهم وحكيما، يساند الفلاحين ويجالسهم ويستمع إليهم، وكان يعبر عن مواقفه الشخصية ويشجع العمل الخيري. لكنه أصبح وزيرا. إذا حذفت هذه الجملة. فعمت الفرحة على أهل الضيعة، ولهذا اختاروا أبا فياض لينوب عنهم وينقل الظروف والمعاناة التي يعيشونها من ظلم وجور الأغا، وأرسلوا له هدية مسلة من كرز الضيعة تعبيرا عن تعبهم ودمهم. وفي الخاتمة، لكن عمر رفض مقابلة رسولهم أو رسولهم عفوا، وتنكر لهم، فقد تخلى عن قيمه ومبادئه ونسي سكان الضيعة، فهتفوا أن عمر قد مات. إذن هذا هو الملخص لي يا أيها الكرز المنسي، أتمنى أنه ينال إعجابكم ويفيدكم تلاميذي الأعزاء، وأقول لكم في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.